وحذر صالح محمد العراقي المعروف بوزير الصدر من محاولة تأجيج الحرب الأهلية في العراق، وقال إن أنصار الصدر يتظاهرون ضد الفاسدين، فهل هم فاسدون؟ ويتظاهرون من أجل إصلاح النظام وهم يتظاهرون ضد الإصلاح وضد رئاسات الوزراء. قال وزير الصدر في منشور له الثلاثاء: إذا كانت رئاسة الوزراء غير شرعية فرئاسة الجمهورية أيضا هدف لهم لإسقاطها، وفي نفس الوقت هم يتظاهرون ضد رئاسة البرلمان أيضا، فأي شرعية وأي دولة يدافعون عنها؟ وذكر صالح العراقي بموقف المرجعية التي قالت إن المجرب لا يجرب، وتساءل: يا ترى عصيان المرجعية يعني الاحتجاج والتظاهر ضدها؟